نرجع لام تي في الايف مع فقره سانتي، وموضوعنا اليوم من وحي هالاجواء يلي عم نشوفها بالشارع وبلبنان، الضغط النفسي وتاثيره على ارتفاع ضغط الدم، مع دكتور الي مبارك. اهلا وسهلا فيك حضرتك. أهلا، اختصاصي طب داخلي امراض الكلى وضغط الدم. طلع ضغطي، مش هيك؟ هيدي محط كلام عنا بلبنان. مينيموم اذا بتقطي بس بطلعت الضغط كثير منيح، بس في مشاكل ثانيه وكتيرة مرتبطة بالضغط النفسي، مرتبطة بالستريس. نعم. يلي هو ردة فعل طبيعية لجسمنا قدام التحديات النفسية الاجتماعية العاطفية واليومية يلي عم نعيشها. نعم. بقى بهالحالة أكيد بتتأهب هرمونات الجسم يلي هي هرمونات التوتر أو ستريس، مثل الأدرينالين، النور أدرينالين والكورتيزول، حتى تواجه التحديات. هلا وقت اللي ننوضع قدام تحدي ما، هون دورنا يا نواجه المواجهة والتحدي يا نهرب. بقى هون إفراز الجسم لمادة الأدرينالين والنور أدرينالين للمواجهة تعطي النشاط والقوة والحيوية للجسم، ممكن يترتب عنا ارتفاع بضغط الدم. وهون بين هلالين بحب شير أنه الأشخاص يلي بحالة شوك موجودين بالإنتنسيف كير، تنشيلهم من حالة الشوك، تنعليلهم ضغطهم، نخلي أعضاء جسمهم ترجع تشتغل، منعطيهم أدرينالين ونور أدرينالين نقوي الدورة الدموية، نحرك عضلة القلب، تضخ الدم بسرعة أكثر على الأعضاء. بقى من هون وقت اللي منكون نحن بمواجهة أي تحدي ما، معرضين إذا كنا كمان عنا استعداد لارتفاع ضغط الدم لأسباب كثيرة، أسباب وراثية، أسباب طبية، أسباب أمراض كلى، أمراض غدد، أو عم ناخد أدوية، أو عم ناكل كتير ملح، نظام حياتنا مختلف، وبهالأيام تغير كتير نظام حياتنا، لأنه وقت اللي بدنا نهرب من الواقع يلي نحن فيه يمكن عم نفش خلقنا بثلاث أشياء. عم ندخن، وكتار زاد التدخين عندهم. اثنين، عم نشرب الكحول. وثالث، عم نفش خلقنا بالأكل. نعم. وعم ناكل. بقى وقت اليوم اللي اليوم كنا مع دكتور وائل سلامه بسيكياتر عم نحكي عن هالموضوع من الناحيه النفسيه، هلا عم نكمل على ذات الموضوع من الناحيه الطبيه، يعني طبعا. كل هالموضوع هيدا نمط حياه، ستريس حوالينا قد ايه عم بياثر مش بس على نفسيتنا، نحن بنحس حالنا داون وتعبانين وديبرس، بس كمان عم بياثر على صحتنا بشكل مباشر. للاسف الموضوع مش دائما بايدنا، يعني حوالينا الجو مثل ما كنا عم نشوف كمان من شوي هو جو ضاغط طبيعي، هيدي ردة فعل الجسم الطبيعية قدام هالتحديات يلي عم نشوفها. بقى بإفراز الجسم لهرمون الكورتيزول يلي هو مسؤول إذا بدك عن البقاء. نعم. وهيدي يمكن مفعولة سلبي، لأنه هو مسؤول كمان عن تنظيم النمط الغذائي بالجسم، ممكن ينتج عنده أنه عم ناكل أكثر، عم تفتح شهيتنا أكثر على الأكل، وعوامل تانية. هلا شو ردة فعل هالستريس، هالستريس على الدماغ على المخ؟ أولاً في عنا فقدان إلى حد ما بالذاكرة، عدم تركيز، قلق متواصل. قلق متواصل يعني عدم اتخاذ قرارات صحيحة، ما عم نقدر نفكر مزبوط، مش قادرين ناخد قرار ما. وأهم عامل بيناتهم كلهم هيدولي هو القلق وقلة النوم. قلة النوم أكيد بتأدي لمشاكل كتيرة، وإذا بدنا نضيف لها بقية العوامل كمان، نحن عرضة أنه يزيد الوزن، عرضة لارتفاع معدل الكوليسترول بالدم، ظهور السكري، مرض السكري، وأكيد ارتفاع ضغط الدم يلي إلى حد ما كمان بيساعد
او بيخليه يظهر اكثر هو افراز الجسم مثل ما سبق وحكينا للادرينالين ولا النور ادرينالين تجاه هالتحديات يلي موجوده وعم نواجهها. دكتور هيدا اول شيء بدنا نحكي عن عوارضهم وخصوصي عن عوارض ارتفاع ضغط الدم، وهل هالموضوع بيكون مؤقت يعني منقدر انه ننتهي منه او خلص من مجرد ما يبلش يرتفع الضغط صار عنا اياه كل العمر؟ ليك بدنا نرجع للاسباب، بدنا نرجع للاسباب، وهون بحب شير ارتفاع ضغط الدم هايبر تنشن، اذا بدنا نترجمها للعربي كمان التوتر المفرط. يعني بدنا نرجع للعوامل يلي ممكن تكون اساسيه بارتفاع ضغط الدم يلي هو العامل الوراثي. العامل الوراثي اذا احد الابوين احد الاثنين عنده ارتفاع ضغط الدم في الاولاد عرضه من 25 ل 50%، بس اذا كانوا اثنيناتهم عندهم هون ممكن توصل ل 75% عرضه. بعدين كل ما تقدم الشخص بالعمر كل ما الشرايين الجسم فقدت ليونتها صرنا عرضة لارتفاع ضغط الدم، يعني ممكن توصل الاشخاص يلي بعد عمر 60 سنة 90% مصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم. هلا بدنا نشوف الاسباب الثانيه يلي ممكن تكون موجوده، الاسباب الثانويه بدنا نتاكد ما في امراض بالغدد، الغده الدرقيه، الغدد يلي على الكلى، ما في افراط بتناول الملح، النساء الحوامل عرضه زياده، ما عم نتناول حبوب يلي هي الانتي انفلاماتوار يلي ممكن تسبب ارتفاع ضغط الدم. بقى هون بنرجع للعوامل يلي بتاثر. هلا وقت اللي منشوف شو العوامل بنقدر نعرف هل يا ترى هيدا شيء مزمن رح يكمل معنا، لان اذا كان الاسباب الثانويه اللي حكينا عنها امراض الكلى والغدد شو ما اخذنا دواء للضغط ما رح يوطى الضغط الا اذا عالجنا المسبب. مريض عم بياخذ كثير انتي انفلاماتوار ما رح يوطى ضغطه لو أخذ دواء للضغط إلا ما يوقف الأنتي أنفلاماتوار. نفس الشيء بالنسبة للنظام الغذائي يلي عم بيأكله. بقى هيدول الأسباب يعني بدنا نجرب نعملهم إليميناسيون لنشوف إذا بس التوتر هو يلي عم يعمل الضغط وعلى أساسه منشوف كيف بدنا نعالج. بس خليني أخذ اتصال دكتور. أكيد. ألو ألو بونجور. بونجورين تفضلي. حبيبتي أحكي مع الدكتورة من المعروف. تفضلي. تفضلي. بونجور دكتور. أهلين. أنا عندي الحالة اللي عم تحكي عنها حالة عندي توتر، يعني أنه عندي اكتئاب. أول شيء لقلك عندي اكتئاب كتير مزمن من 20 سنة باخد دواء، ومن فترة هلأ بتعرف الأوضاع كيف عنا بلبنان، زاد علي صار عندي وجع بجسمي كتير، العظم تاع راسي عم ينخر، عظم تاع جسمي، هبوط بجسمي، ما بقى فيه ركز، بنسى كتير. اما انه عم باخذ دواء انا اذا في سميه على الهواء. تفضل. عم باخذ دواء بروزاك اللي 20 سنه باخذه. قد ايه عمرك؟ نعم. قد ايه عمرك اليوم؟ عمري انا 55. عمر كله ان شاء الله. الله يسلمك. ورجع الحكيم زاد لي قال لي خدي 4 حبات بالنهار بروزاك، خدي بابريكا حبتين، خدي انه ما بعرف كيف بدي ضلني اخذ هالادويه، بس ما عم بحس حالي نشيطه. ما عم بحس حالي عندي هيك قابليه اني بدي اكل كثير من دون وعي. كمان نفس الشيء عندي مشكله غده الدرقيه، انا ايميتها بس باخذ لها دواء بس دائما كمان عم بتخربط معي. بس في اعرف شو اعمل انا او في اخذ رقمك تحت الهواء؟ اكيد اكيد فيك تاخذي رقم الحكيم تحت الهواء ونحن رح نجرب كمان نجاوبك. هلا سلامه قلبك. مثل ما سبقت وتفضلت انه حالات او العوارض اللي عم تحس فيها هيدي عوارض الستريس، عوارض الاكتئاب، منحس بخمول بتعب، ما قلنا جلادي الى بس هولي كمان مش شوي سايد افكتس تبع الادويه اللي عم تتناولها؟ هلا السايد افكت تبع الادويه بتفتح لقبليتها اكثر على الاكل، بتصير تاكل. هلا بدنا نشوف عوامل اخرى، ما يكون في فقر دم، ما يكون في نقص بالفيتامينات يلي عم بيسبب لها هالتعب. هلا الحل الوحيد اذا ما عندها ضغط مرتفع، الحل الوحيد انها تطلع من الحاله النفسيه اللي عندها، شوي تجرب تشتغل على حالها تهرب شوي من الواقع يلي موجود، لانه مش قادره تجابه بدنا نهرب، بنهرب بنروح بنلتجي للطبيعه، بنمشي، بنعمل بعض التمارين، اليوغا، هيدي اشياء بتخلينا نخفف حده التوتر يلي على عم نعيشه، بقى يمكن هيدي فرصه انه نمشي.
نمشي. المشي مشي كل يوم 30 دقيقة 5 أيام بالأسبوع كافي ينزل ضغط الدم 10 درجات، يعني 10 مليمتر مركيو. يعني إذا ضغطه الإنسان 150 مثلا بيصير 140، يعني مفعول حب الدواء. بقى هون بدها ترجع تشتغل أنه على نمط حياتها. نعم. جرب تغيره. أكيد بتقدر تتصل، ما في مشكلة أبدا. نعم. بقى هون إذا بدنا نفكر أنه هيدا مرض ضغط عم بيصير معنا أو نتيجة التوتر والاكتئاب، بدنا نعالج السبب. الضغط يعني شو ما لما بنشوف انه ما في امراض عضويه ممكن يكون هيدا هو الضغط. وقت اللي بنجي بنراقب ضغط الدم، الحل الوحيد نراقب ضغط الدم. اوكي. واوقات بنحط الهولتر على 24 ساعه بيراقبها المريض ببيته وبنشوف ممكن يكون ارتفاع ضغط الدم نتيجه انفعالات ما، او بس يحطوا نشره الاخبار، او بس يحطوا شيء عن الكورونا. بقى هون بيزيد. ليه؟ لانه بيشتغل الادرينالين، بترتفع دقات القلب، ممكن يرتفع ضغط الدم. بس لايف او لك بيروقوا؟ اكيد 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 اكيد. بقى هون بده ينعمل اليميناسيون مثل ما قلتي، انه هيدا مش مرض مزمن لارتفاع ضغط الدم، لان مرض مزمن لارتفاع ضغط الدم كونه هيدا مرض مزمن. نعم. بده علاج مزمن. ولكن اي متى بنصير نقول انه هيدا مرض مزمن؟ اذا مرق قد ايه وقت؟ وقت لما نراقب ومناخد بعين الاعتبار العوامل مثل ما سبق وحكينا، العوامل الوراثية. بعدين إذا حسينا ارتفاع ضغط الدم ممكن يكون ناتج عن تعصيب، عن توتر، مناخد أدوية للأعصاب أول فترة، منكمل نراقب. إذا بقي ظهور أرقام ارتفاع الضغط مرتفعة، وهون بحب شير أنه أرقام، وكل لازم كل إنسان يعرف أرقامه، أنه الضغط المثالي أو الضغط الطبيعي هو 12 على 8 على اللبناني أو 120 على 80 مليمتر مركيور. بقى وقت اللي منعرف قدي الأرقام منقدر نعرف عم بيعلى ضغطنا ولا لا. بقى قدي لازم يكون مينيموم، قدي لازم يكون ماكسيموم، لأنه نحن منعرف أنه بتتراوح عند الناس. هلأ النساء ممكن ينخفض أكثر معهم إذا ما عم بيحسوا بإعوارض، ما في خطر. ممكن يكون 9 على 6 أو 10 على 7، ما في خطر، ما في خوف. إذا ما في دوخة، ما في عدم تركيز، ما في وجع راس إلى آخره. هلأ إذا ارتفع لغاية 13 على 8 كمان منجرب نعمل نظام غذائي تنخففه بعد شوي. بس وقت اللي بيتعدى 13 على 8 صار هون درجات مرض ارتفاع ضغط دم وبحاجة لعلاج. نعم. عندي اتصال تاني حكيم. ألو ألو، بونجور مدام رانيا. يا هلا، تفضلي. أهلا فيك دكتور. أهلين. حكيم، بدي أقول لك أنه أنا عن تجربتي بدي أحكي. من زمان 2008 كان صار عندي مرض الكآبة وتعصيب كتير كتير. هو قال لي الحكيم إذا أنت ما بتعدي حالك لو بدي أعطيك ديبو أدوية ولا ممكن تصحي. بال 2016 أخذت قرار روح حمد جوريا، طبعا صليت وما طلبت من ربنا يشفيني، بس الإيمان والصلاة والصوم ساعدني كتير. اللي أنت عم بتقوله أنه لازم الواحد يمشي وهو يساعد حاله، لأنه قد ما ياخد دواء ما بيساعده الدواء. أخذت قرار أنه أنا بدي وقف الدواء، ما كنت أقدر نام بلا دواء، ما كنت أقدر يعني كل شيء كآبة، يعني قصت لوقت يصير عندي مرض السرطان وبقى يعني طري عم بتلبك، يعني يصير عندي مرض سرطان على أنه يكون عندي مرض الكآبة، نام أبكي قوم عم ببكي. والحمد لله شفيت من بطلت اخذ ادوية وبنام مرتاحة. بس سؤال بدي اقول لك، يا انا بشتغل بالليل وشغلي كله سبور، بس امشي واعمل سبور على تريدميت او بالبيت بدوخ كتير، ما بقعد وبقوم بسرعة كمان بدوخ. هل لانه انا من 2008 ل 2016 مع الوقت الدواء اثر على ضغطي، رحت عند كذا حكيم قال لي انه انا خلق الضغط عندي واطي. قدي يعني ضغطك؟ واطي بشوي مش كتير، أنا بس أقعد وقوم بدوخ، بس بحكم شغلي يعني بشتغل كتير ما بدوخ. بس أدي عم بيوصل ضغطك المينيموم؟ مش كتير يعني بالعشر القعدة والقوم بسرعة الدوخة، بس أخذ كذا مرة بياخد ضغط. الضغط عندي واطي دايما. نعم. بس منه شيء خطير. هل هو من عوامل الدواء؟ لأنه أنا أخذ دواء كذا سنة. شكرا، شكرا لاتصالك وشكرا على هالشهادة الحلوة يعني اللي شاركتينا فيها. عن جد هيك منهنيك يعني على هالإصرار وعلى هالإيجابية حقيقة. أكيد، لأنه كل
شخص هو طبيب نفسه، إذا ما اشتغل على حاله أوقات الإيديو ممكن ما تساعد. نعم. بس بالحالة اللي هي فيها ما بعتقد أنه الدواء يلي مرقت فترة أو أخذته هو اللي أثر، لأنه عوامل الدوخة كتيرة، يعني مشكلة الدوخة أو أسبابها بدها حلقة لوحدها. بده بدنا نشوف كيف نظام أكله، بعدين كيف طريقة النوم عندها، لأنه اللي فهمته أنه بتشتغل بالليل يمكن يكون ما عم تنام الوقت الكافي. بعدين بدنا نشوف غير عوامل تانية، نقص بالحديد أو فقر دم، هيدي الأسباب يلي بتخلي هالدوخة اللي تظهر معها أو عدم توازن. بهودي الأمور بدها تنشاف. نرجع للشق التاني ونرجع شوي يمكن بتشبه حالتها. في كتير أشخاص بيجوا لعنا قلق، صعوبة بالتركيز، ما عندهم لا نشاط أو بحالة اكتئاب، بقى ما بدهم ياخدوا دواء. إذا منشوف نحن العوارض الجانبية يلي قد تنتج عن الدواء مقارنة بتأثير قلة النوم على جسمنا، منلاقي أنه أكيد العوارض الجانبية تبع الدواء أقل بكتير من المضار يلي قد تحصل بجسمنا نتيجة قلة النوم، نتيجة عدم تناول أي أدوية مهدئة الأعصاب. بقى مش غلط ناخد دواء تنام، لأنه نوم 8 ساعات حتى بدواء لو تعودنا عليه ممكن يعطينا نشاط كل النهار أفضل مما نكون مش أخدين دواء ومقلقين كل الليل. بقى بس في ناس حكيم بتحس أنه هن يعني مثل ما قلت يمكن ضغطهم 10 أو 9 وهو شيء طبيعي، بس بحسوا بعوارض مثل الدوخة، مثل التعب، مثل بيرجفوا ببعض الأحيان. هيدا الشيء ممكن يكون بطبيعة الإنسان طبعاً. وهل له علاج؟ هيدا الشيء بطبيعة الجهاز العصبي تبع الإنسان، ممكن يكون هو بيتأثر أكتر بالتحديات يلي بيواجهها أكتر من غيره. ممكن ينفعل أكتر إذا الفحوصات منيحة، ما في نقص بالفيتامينات أو فقر دم. ممكن هيدي انفعالاته هي ردة فعله تجاه التحديات شوي تبقى عصبية أكتر من غيره. وفي ناس بيقولوا كل ما إذا قعدت ووقفت بسرعة كمان هيك بحسوا أنه هلا أكيد إذا كنا نايمين أو كنا قاعدين لفترة طويلة شوي أكيد ضغط الدم خف عن الدماغ. وقت اللي منقوم بسرعة بعد ما وصل الدم كافي على الدماغ وحامل معه الأكسجين تيوع على الدماغ، أكيد بيصير في عنا هون حالة عدم توازن أو دوخة منحس فيها لفترة قليلة. لهالسبب حتى الأشخاص اللي نايمين بدي يقوم على التواليت بالليل ممنوع يقوم بفرد مرة، بدي يقوم يقعد على جنب التخت لفترة تيرجع ضغط الدم حامل معه الأكسجين يطلع على الدماغ يرجع يقوم أحسن ما يصير فيه أي مشاكل. دكتور إلي مبارك اختصاصي طب داخلي أمراض كلى وضغط الدم، اليوم نقول للناس أنه قد ما فينا نقدر نحسن حالنا لأنه عندنا سلسلة بعد من الضغوطات. أكيد بقى أكيد نكون شوي عم ننتبه على صحتنا. أكيد يعني. لأنه المشكلة يلي بدنا نواجهها ما بعد كورونا مختلف كتير عن الوضع اللي نحن فيه. أكيد. في تحديات كتيرة، في أمراض كتير ممكن بس تظهر صحتنا بالدنيا مثل ممكن منقول. تظهر ممكن تظهر مثل ضغط الدم نعم. السكري والكوليسترول، بدنا نحن نكون مسؤولين عن صحتنا نعم. بدنا نراقب ضغطنا، نراقب مستوى السكري بالدم نعم. وإذا في لزوم ناخد دواء، نبتعد عن ستريس قد ما فينا. إذا وللبد بدنا نواجه مش غلط ناخد حبة دواء يمكن تنقدر نتحمل ضغط الحياة اليومية اللي عم نعيشها. شكرا لك حكيم. رح ناخد بريك صغير منتابع مع هابنينج، خليكم معنا.